نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. لا 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 لا. في كل مكان ننزله تغمره أمواج المرح، في كل فؤاد أيدينا قد رسمت ألوان الفرح. في كل مكان ننزله تغمره أمواج المرح، في كل فؤاد أيدينا قد رسمت ألوان الفرح. كحمام أبيض تلقونه، كفراشات وعصافير، أعطينا العالم بهجته أحلى من أنسى معابير. نحن الأطفال نحييكم ونقول سلاما وأمانا. نحن الأطفال نحييكم ونقول سلاما وأمانا. من حق الأطفال عليكم أن يلقوا حبا وحنانا. من حق الأطفال عليكم أن يلقوا حبا وحنانا. من حق الأطفال حياة تبدو رائعة كالأحلام، لا حزن يداهمهم فيها، لا هم يكون ولا آلام. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. لا 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 لا. ولنا أن نزرع آمالا في الحاضر أو للمستقبل، ولنا أن نحلم أن نسعى كي نجعل عالمنا أجمل. ولنا أن نزرع آمالا في الحاضر أو للمستقبل. السلام عليكم الله وبركاته، تحياتي لكل اللي يسمعنا من جوه مصر ومن بره مصر، تحياتي لكل أعضاء أكاديمية التدريب في كل حتة. هنكمل النهارده حلقة من حلقات برنامج بابا وماما وبلاش تعملوا معايا كده. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو خاص ازاي ما نخليش ابني يعني. طبعا العنيان ده موجود عند الاولاد وكتر قوي بصراحه. طبعا ده طبعا بسبب طبعا يمكن يبقى في مشاكل في البيت بصفه عامه، زي ما الاب والام مثلا بيشارك الحياه دي ابوه وبيعملوا الحاجات دي كتير في موضوع العنيان، فبيحاول يطبق الابن نفس القصه دي كلها. فخلينا نقول ان احنا هنقول على ثلاث اربع حاجات كده. خلينا نقول ممكن كده ده لما نيجي نوصل للعمليه اننا عاملين كده او قبل ما يوصل للعنايه بصفه عامه نحاول نعالج الموضوع ده. اول حاجه ان انا مش عاوز الموضوع يبقى هل كل الاوامر زي ما قلت في الحلقات قبل كده يبقى طاعه عمياء وانك لازم تعمل كذا ومش هتعمل زي كذا وهيبقى حتى يعني بيدمروه، يعني هو مثلا غصب عنه هيعمل الحاجه دي. ودايما تديله مثلا ممكن تديله حاجات مثلا فوق طاقته او فوق امكانياته. يعني مثلا لو انا مثلا جيت مثلا ان انا مثلا اقول لابني مثلا تعالى نظف الاوضه دي، ما تجيش مثلا اقول مثلا نظف الاوضه دي، ممكن الاوضه دي يبقى فيها حاجات كتير قوي مرهقه بدنيا وجسميا. فانا لما بديله الامر في حاجه زي كده مثلا لازم اديله حاجه على قد، مثلا ممكن اديله سيل، ممكن اديله بلاب، ممكن اديله مثلا حته رخامه، فما تديلوش حاجه كبيره برضه، لان ممكن الحاجه دي هيحس ان ده كل حاجه كبيره عليه، هيعاند، هينفض، مش هيعمل اي حاجه، وكل مره لما تيجي تقول نفس الحاجه ولا هيعمل اي حاجه. خليني اقول برضه ان في حاجه ان برضه عشان اعالج موضوع العنايه عند الاولاد، ان انا ما اديلوش اوامر كتير دفعه واحده. يعني ما اقعدش اقول له مثلا ايه؟ اعمل واعمل 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 كل الحاجات دي كلها مثلا، كل الاوامر دي كلها والاوردرات دي كلها مره واحده. تاني حاجة ان انا مثلا ميبقاش الموضوع يبقى عندي اسلوب يبقى فيه قسوة ويبقى فيه تهديد او فيه نوع من الصرامة او اللي تخليه يتضايق جدا مني، وان مثلا مش عاوز يعمل الحاجة دي ومن غصب عنه يعمل الحاجة دي، بس في المقابل هو من جواه نفسيا متضايق جدا. فمبقاش مثلا استخدم الاسلوب ده وبلاش، يعني بالذات كمان الزعيق والحاجات دي كلها لما احب اقول له يعمل حاجة بلاش استخدم الاسلوب ده. لما يجي يغلط في حاجة معينة احاول او اللي هو فاهمه كويس جدا ان الغلط دوت مش مشكلة، انا بس المشكله انك تستمر في الغلط ده لو
حريص ان انا افهمهم الحاجه ديت، ولازم ان انا مثلا افهمهم كويس جدا ان لما تغلط مش انت بس اللي بتتاذى، ده كل اللي حواليك بيتاذى. لازم اوسع له ادراكه وفكره ان انا فعلا لما اجي احط في نفس الموقف ان هو مش هكرره تاني، عشان انا سمعت واحد اثنين ثلاثه وسمعت كذا شكل وكذا لون، عشان ما اكررش الموقف ده تاني. وفي نفس الوقت ان انا هنا ببقى حريص ان انا ما بقتوش الموضوع زياده على حده. ثالث رابع حاجه او خامس حاجه، خلي الموضوع يبقى فيه نوع من اللطف. يعني ده انا باكد عليه في محاضرات قبل كده، ان اي امر لما تيجي تديه لابنك خليه نوع من الفن في اسلوبك. حاول انك دايما تبقى تتكلم بطريقه طفوليه، بطريقه هزار، بطريقه اي حاجه. المهم ان انا مثلا ابقى حريص ان انا مثلا ما يبقاش مثلا نوع ان انا مثلا يبقى فيه تقليد. في الاطفال عندهم نوع من التمرد ونوع مثلا مش عايزين يعملوا حاجات دي، بيبقى برضه ممكن يبقى ممكن اصحابهم انت مثلا ماشي معاك كويس جدا، بس اصحاب اللي حواليه او كذا اللي انت مثلا سلوكهم كده، فببقى برضه حريص ان انا اعرف اصحاب ابني ايه، ومين اللي يصحبه ومين اللي ما يصحبوش، عشان برضه عارف ان انا برضه لما انا ماشي كويس ومظبوط في البيت في التربيه الاولادي، ان برضه ما يبقاش فيه جانب خارجي اللي مأثر على اولادي. تمام. رابع حساب الحاجة انه ممكن عشان يبقى فيه اي فلوس هو عاوز ياخدها، او يبقى مثلا المقابل اللي يعمله يبقى قدامه فلوس رشوة مثلا يدفع حاله، يبقى خلي الموضوع بالنسبة له ان انا فيه حب انه يحب يعمل الحاجة دي كلها، بدون ما يبقى فيه موضوع يبقى فيه فلوس مقابل الحاجة اللي بيعملها دي. برضو لو وصل الموضوع الموضوع كبر قوي زياده عن اللزوم مش عارفين نعالجه، حاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل الموضوع ان هو نشوف حد يعالج مثلا دكتور نفساني. طبعا دي احنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، كل حاجه نقول من قبل كده من زمان، من اول ما الطفل كله بنحاول ندرس فيه كل الحاجات دي، ونحاول ان احنا نوصل مرحله معاه انه ما نوصلش منه بعد كده بحاجه معينه في المستقبل. وباذن الله نشوفهم على القمه باذن الله في كل حالاتهم الكويسه. يا رب اشوفكم دايما في الحلقه الثانيه دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.